نور ساطع من عرش الرحمن شق طريقه نحو الأرض ليستقر في بقعة طاهرة من نسل مقدس وارث علم النبوة والإمامة، سراج الله في أرضه، الحافل بالعلم اللدني، إنه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. كانت ولادته المباركة في 11 من شهر ذي القعدة عام 148 للهجرة. قال في وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله: ينظر بنور الله ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته، يصيب ولا يخطئ، ويعلم ولا يجهل، وقد ملئ حكما وعلما. السلام عليك يا غريب طوس.